بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا الفكرة بتاعة البروسيجر مع البارامتر اللي هو الأوت، تعالوا ناخد بقى إيه الإن، وهاخد الإن مع الأوت، يعني هاخد الاتنين مع بعض لأن الاتنين يقدروا يدمجوا طبعًا. فا أوكي، أبدأ الموضوع بتاعي الديليمتر، أقول له الديليمتر مثلًا كده، وأقول له دروب بروسيجر if exists، واقول له مثلا get teacher salary مثلا، اهلا وسهلا مثلا اي شيء، وخلاص خلصنا دي بقى. واقوم جاي بعد كده اقول له create procedure، واسم البروسيجر اللي احنا اخترناه اسم بروجكت تيتشر انا وايت سالاري. قلت والله بص انا عندي تو ارجمنتس المفروض يبيعهم، الاولاني نوع ان، والان دوت اللي هو هسميه مثلا تيتشر اي دي، فلذلك ده كان على ما اتذكر كان كاركتر على 10 ديجيتس. تمام، ده ايه الاوت؟ النتيجه اللي هتطلع من الجمله، انا طبعا هريتيرن السالري، خلاص الاوت ده هيبقى عباره عن السالري مثلا، وهقول له السالري دوت وليكن فلوت مثلا 8 منهم 2، مش فاكر كان كده بالظبط ولا لا، لكن ممكن ده يكون اكتر يعني، مش مشكله. ونقول له خلاص هو محتاجه، اقول له begin وادي الاند ونهايه الاستثمار. اقول له ايه هنا بقى؟ اقول له select، انا عايزك select السالري. تمام، السالري بس او انوال سالري هضربها في 12 مثلا، و from teacher خلاص يوير اللي عندي ان لازم يكون التيتشر، مش فاكر اسمه كان ايه، تيتشر اي دي، لازم يكون التيتشر اي دي يكون ايكوال التيتشر اي دي اللي بعدها، هخليها تيتشر دوت تيتشر اي دي عشان مسميات عندي متشابهه. اقول له تيتشر دوت تيتشر اي دي يكون ايكوال للارجيومنت اللي اسمه تيتشر اي دي، كويس جدا. تمام، ودي هقول له امتو كان النتيجه اللي راجعه، هتتحط جوه السالري اللي هو الفاريبل اللي موجود عندي فوق، فانا برضه بميز هنا هقول له تيتشر دوت سالري. تمام، بميز بس كده انتو السالري اللي هو بالنسبه لي الايه الفاريبل اللي انا النوع اوت اللي هو اقدر اشتغل عليه، السالري اللي نوعه ايه؟ اللي نوعه اوت، اما ده نوع ايه؟ طب كويس جدا. عشان اقدر اعمل كول للست ده دي قصه، عشان نشوف ده بيصير زي ده بيصير زي ده، بس كنت اقول الكود هنا ونتستو. بسم الله جو تمام، قال لي تمام. يقول لي لو سمحت يعني ورنينج كده، يقول لي لو سمحت سيلكت اسم انتو وراها على طول. يعني هو عايز بس ايه، عايز يقول لي يعني طبعا ده ورنينج يعني مش ايرور ولا حاجه، هو بس بيقول لي افضل طالما انت بتشتغل كده انك تحط الانتو دي بعد الايه؟ هنا هو على طول يعني هو عايزنا نعملها كده عشان ده الاحدث، لكن هو كل الاثنين شغالين مش مشكله. فاهم؟ فكده هيبقى بالنسبه له هو كده هيبقى ساتسفاي. قلت له ماشي نو بروبلم، انا مش مشكلة ده اصلا، عايزين بالنسبه لنا ما هوش قضيه. انا عايز اعمل كول للبروسيجر بتاعي، فهقول له كول. عايزين بس قبل ما اعمل كول للبروسيجر بتاعي عايز اروح على، مش مشكله، اروح على اي تيتشر كده نشوف اي اي دي عشان نبقى عارفينه. عندي اربع واحد واربع اتنين خلاص كويس جدا. قلت له كول
البروسيجر بتاعي سميناه تيتشر، نسيت اسمه حتى لو نسيت اسمه، مش مشكلة. احنا نروح هنا زي ما كان عندنا تيبلز وعندنا فانكشنز، يعني عندنا تيبلز وعندنا فانكشنز جوه الفانكشنز، احنا محتاجين نعمل ريفريش. نعمل ريفريش. ادي البروسيجرز هي ظهرت، افتح البروسيجرز، ادي جيت تيتشر انوال سالري، ايه الاسم الطويل ده؟ ماشي، جيت تيتشر انوال سالري. نرجع للايه؟ هقول له جيت تيتشر انوال سالري، تمام، وافتح قوس. عندي بقى من الخيار، يا اما ابعت قيمه بتاعت الان، اصل ان ما فيش ريتريفد فاليو فيه، انا ممكن اكتبه بشكل مباشر، يعني ممكن اقول 4 كده بس كوما، والفاريبل اللي هتكتب فيه الفاليو لازم نقول له ايه؟ نقول له كده مثلا، لان نعمل له فاريبل عشان نقدر نجيب الديتا الريزلت بتاعه. اقدر اقول له سيلكت الايه؟ السعر. خلاص كده؟ نقدر نشتغل بالمنظر ده، ده اسلوب، وطبعا ممكن ده احطه جوه فاريبل واستغل بس يعني ايه لفه ودوران على الفاضي يعني. لكن انا لو جيت تو قال لي تمام الاوامر كول حصلت، فحط الريزلت جوه السال وبقيت له سيلكت ايه؟ السال. فقال لي 180,000 في السنه. بكده نكون احنا شفنا الايه؟ شفنا الفاريبلز والان والاوت بتاعتنا وما فيهاش ايه اي مشكله، ونكمل مع بعض لسه في البروسيجر ان شاء الله.